كيدار ليه ما توقفوش عند واحد الأقلية التي لم تتقبل نتيجة ديال التصويت مع الأسف، لأنه البعض أصبح يربط عضويته بالحزب بمصلحة شخصية صرفة. نبهناهم إلى ذلك، قاموا بما قاموا به. طلحت بأنه بأغلبية ساحقة تتجاوز ربما 90% الحزب، اللجنة المركزية صدقت على التوجه المكتب السياسي والديوان السياسي، وبالتالي اليوم هناك تأكيد على أننا لن نكون طرفا في الحكومة المقبلة في طور التشكيل، وأننا سنصطف في المعارضة بشكل بناء هادف، وأننا في نفس الوقت سنكون خادمين مستمرين في خدمة مصلحة شعبنا، وسنعمل على إعادة بناء الحزب لأنه في حاجة إلى ذلك. 20 سنة، ما يزيد على 20 سنة في الحكومة كما قلت في الخلاصات، يعني أصاب بالشلل بعض التنظيمات الحزبية، فعلينا الآن أن نعيد البناء، وتأكدوا أننا كنا عزيمة وكنا قوة على أن نقوم بذلك. اقتناعي الراسخ هو أن الحزب سيجد نفس جديد وأنه سيعود أقوى في أقرب الأجل. ما تنساوش تكليكوا على الاشتراك على قناة الصحيفة 24، وكيف ما تنساوش زورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.